ولذلك ساعات القرآن يبدأ السورة بحرف واحد، يقول لك قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذي الذكر. ساعات يبدأ السورة بحرفين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حق وميم. ساعات يبدأها بثلاثة، ألف لام ميم، ألف لام را. ساعات يبدأها بأربعة، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را. ساعات يبدأها بخمسة، كاف ها يا عين صاد. طيب تيجي تجمع الحروف ده كلها وتطلع منهم الحروف المكررة، تصف الفواتح على كلمة ايه؟ نص حكيم قاطع له ذكر. نص حكيم قاطع له سر. الحروف اللي افتتح ربنا بها الصورة، لما تحب تركب منها كلمة كلها تطلع الكلمة ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. ادي الفواتح بتاعة الصور، نون وصاد وحاء وكاف ويه ومين وقاف والف وطه وعين ولام وهيه وسين وراء. يعني لما واحد يقول لك الحروف اللي ربنا بدا بها القران عدها لي، طب انت بتقول عدها لك؟ ده انا بقى عايز اقعد امسك المصحف من اوله لاخره. اهراك العلماء وفروا عليك المشوار، قالوا ابدا، الحروف اللي ربنا فتح بها القران اهي، نص حكيم قاطع له سر. بس يبقى اللي يقول لك عدهم لي، تبقى الكلمه قدامك اهي، نص النون صاد، حكيم ح كاف يمين، قاطع قاف الف ف ح له لم ه سر سين ورا. هذه الحروف اللي ربنا بدا بها ايه؟ القران. طب ليه؟ قال لك ليتحدى بها العرب. ليتحدى بها مين؟ العرب. صلي على نبي العجم والعرب. ولذلك كل ما يذكر حرف من الحروف دي يجيب القرآن بعد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني بيديك المادة الخامل للقرآن نزل بيه. والله الجلابية اللي علي المادة بتاعتها قطن او صوف، انما المادة بتاعت القرآن الف ولام وراء وميم وصاف. فاذا كنت عرب بتتحدوا محمد، هاتوا قرآن زي اللي نزل على محمد. هتقولوا ما عندناش مواد خام، هقول لكم المواد الخام الالف واللام والميم والصاف. فما دام عجزتم فاعلموا ان محمدا حق، وان القرآن حق، وان رب محمد لا اله الا هو. اسال الله العلي العظيم ان ينور قلوبنا بكتابه، وان يجعله شافعا لنا الى الجنه، وان يجعله شاهدا لنا لا علينا، وان يؤنس به وحشتنا في قبورنا، وينور به ظلمة قبورنا، ويجعله في انتظارنا يوم القيامة يهدينا سواء السبيل. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.